تحية رياضية طيبة مشاهدينا ومتابعينا الكرام، استعدادا لمواجهة البحرين، بعثة منتخبنا الوطني الأول تصل إلى مدينة أبها السعودية، وهناك أيضا الكثير من الأخبار الرياضية المختلفة والمتعددة سنتناولها في حلقتنا هذه الليلة. لاعب ونجم وبطل من أبطال اليمن في لعبة التايكوندو زكريا سنتحدث عنه ونستضيف معنا أيضا في حلقة هذه الليلة، وسنعرج لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم في 34، وهل سيكون منتخبنا ضمن 48 المنتخب المشارك في البطولة. فاصل وبعد هذا الفاصل نواصل، تابعونا. مرحبا بكم من جديد، وارحب بضيفي الذي يتواجد معي هنا في الاستوديو، صديقي العزيز الكابتن مطلوب عبد الله احمد الكابر، مدرب ناشئ نادي الدرعيه السعودي طبعا، ومدرب في اكاديميه الارسنال. مرحبا بك كابتن. الله يحييك اخوي علي، وتشرفت باستضافتك لي. طاب مساءك ومساء الاخوه المشاهدين الجميع. كابتن مطلوب، حقيقه انا سعيد بتواجدك معي، وخصوصا اليوم سنناقش يعني موضوع وطني بحت. سنتحدث بشكل موسع حول وصول بعثة منتخبنا الوطني قبل قليل من الآن، تقريبا ساعتين ونصف، وصلوا الساعة الثالثة ونصف بالضبط إلى الفندق الذي سيقيمون فيه هناك في مدينة أبها، استعدادا لمواجهة البحرين، ومن ثم بعد سيلعبوا مع النيبال. يعني لم يتبقى سوى فقط 12 يوم تقريبا فقط أو 11 يوم من المباراة، اللاعبين بدأوا يعسكروا من غدا. بلا شك هناك ظروف نتيجة الوضع الذي تصاحب بلادنا، لكن هل 11 يوم كافي لتجهيز المنتخب لمواجهة البحرين، المنتخب القوي حقيقة من المنتخبات القوية على مستوى الخليج؟ لا شك أخوي علي بأنه منتخب البحريني والمنتخب الإماراتي اللي في نفس مجموعتنا وحتى منتخب النيبالي، ترى أنا أشوف أنه حنا الوحيدين اللي محلك سر، باقي المنتخبات ترى قاعدة تطور، قاعدة تمشي، فما بالك أنت تقارن بمنتخبات خليجية. أنا أول شيء رحب أخوالي اللاعبين، حللتم أهلا ولزلتم سهلا في أرض المملكة العربية السعودية، الأرض المعطاة اللي دائما تستقبلنا وأنتم في أبها، لكن مثل ما يقولون أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. هم جو المفروض أنه كان من قبل، ودائما حنا برامجنا في ظل اللي حنا فيه والوضع اللي حنا فيه دائما برامجنا تجينا متأخرة، ولا 11 يوم مش سوي، أنت قاعد بتقابل منتخب تلاقيه مستعد لك وجاهز، وفي ظل أنه أنت قاعد تشوف استبعاد لاعب رجوع لاعب دخول لاعب رجوع لاعب، الوضع هذا ما راح يفيدك. الوضع هذا وقت وانت دحين داخل المعمعة، يعني مفروض انه استقريت على تشكيلة معينة من قبل فترة طويلة، اللاعب الأساسي واللاعب البديل واللاعب في علم التدريب، انت مستقر خلاص، انت فنيا مستقر على لعيبتك، ما بالك انت قبل 11 يوم قاعد تستبعد لعيبة وتنادي لعيبة، كيف راح تدخل المباراة؟ لكن أتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا، لكن في ظل الوضع الحالي انا اشوف انه صعبة شوي، لكن أسأل الله بالتوفيق. كابتن مطلوب، احنا سنناقش هذا الموضوع فنيا، لا ادري هل الكابتن محمد الزريقي مساعد مدرب منتخبنا جاهز معي الان يا شباب؟ طيب، بينما يجهز الكابتن محمد الزريقي مساعد مدرب منتخبنا الوطني، هم وصلوا قبل ساعتين ونصف كما تحدثت، ما يزالوا مرهقين ومتعبين، لكن دائما حقيقه هم متعاونين معنا ومتجاوبين في كل الاوقات، ولذلك شكرا كثيرا لهم، ونتمنى لهم التوفيق في مهمتهم الوطنيه. كابتن مطلوب، خلينا نتحدث فنيا ومن جانب فني بحت. انت بلا شك تابعت المباريات التي خاضها منتخبنا مع سريلانكا، فاز في الاولى في 3-1 هناك في ابها، او 3-0 في ابها، وتعادل 1-1 في سريلانكا، تأهل من خلالها إلى دور المجموعات. الآن سنقابل البحرين، سنقابل أيضا النيبال، وسنقابل الإمارات العربية المتحدة، وسيكون منتخبنا هو رابع المنتخبات في المجموعة. نظام البطولة أنه منتخبين يتأهل ومنتخبين يغادر. إلى أي حد لمنتخبنا الوطني فنيا حظوظ في التأهل على حساب هذه المجموعة؟ والله مثل ما قلت لك، حنا نتمنى أنه نأخذ المركز الأول
بس على الورق وعلى أرض الواقع أنا أشوف المنتخب الإماراتي والمنتخب البحريني هم الأقرب للتأهل. ما الذي يجب العمل عليه اليوم؟ ما يزال أمامنا فرصة حقيقة، حتى وإن واجهنا البحرين والنيبال في الأيام القادمة، لكن ما يزال هناك مباريات الإياب أيضا واللعب مع المنتخب الإماراتي الذي يعني يتحدث الكثير بأنه الأفضل في المجموعة. ما زال في مارس من العام القادم، يعني أمامنا قرابة 4.5 أشهر تقريبا ممكن نجهز فيها ونكون أفضل من الإمارات والبحرين، في حال أن هناك نية صادقة وجادة من قبل الاتحاد، من قبل وزارة الشباب والرياضة، من قبل الجهاز الفني والإداري للمنتخب. المباراة القادمة أتوقع أنه بتكون مباراة صعبة، لأنه الفترة اللي باقي لها للمباراة فترة بسيطة، لكن المباريات اللي جاية اللي بعد يجب من الآن أن نستعد، نبدأ المباراة الجاية وأسأل الله أن الله تبارك وتعالى يوفقنا فيها، لكن المباريات اللي بعدها وباقي لها فترة طويلة، المعسكرات، الاهتمام الأكثر باللاعب، المباريات الودية حط علامة استفهام كبيرة، تحت المباريات الودية ندخل بأكثر المعمعات والمنافسات وما نلعب مباراة ودية. صحيح. كيف تحكم على مستوى لاعب وهو ما لعب مباراة ودية؟ ترى لاعب في التمرين يفرق عن لاعب داخل أرضية الملعب، وقت المعمعة، وقت الضغط النفسي، وقت الضغط الجماهيري، وقت الضغط الإعلامي، في لعيبة يشيلونك في المباريات وفي التمارين تشوفه لاعب عادي. فأنت يا سكوب أو المدرب فلان أو علان كيف تحكم على لاعب من خلال التمارين؟ أنت لا دخلت مباراة ودية، لا دخلت معسكر زي الناس، أنا كنت أسمع أنه يروح كان يعسكرون في محافظة شبوة، محافظة شبوة تفتقر في سيئون، وفي سيئون تفتقر لأبسط العوامل، فنادق، بنية تحتية، ما فيه. فكيف أنت تبغى تلعب ضد منتخبات لها باع طويل لكرة القدم ومنتخبات مجهزة بنية تحتية جامدة معسكراتها بشكل متواصل طول السنة، كيف تبغى تلعب ضدهم وانت ما لعبت حتى مباريات ودية؟ كيف تبغى تدخل اللاعب في مباراة رسمية وانت ما هيئته من قبل؟ فالأشياء هذه لازم تكون من قبل. مباراة البحرين الجاية أتمنى أنه أسأل الله أن نتجاوزها، لكن بعد فيما بعد البحرين أتمنى ندخل في معسكر أطول، أتمنى أنه مباريات ودية أكثر، الوقوف على تشكيلة معينة، مو كل يوم لاعب تنزله ولاعب تطلعه. صحيح. فهذا اللي ممكن يخلينا نظهر بالشكل المطلوب. نعم كابتن المطلوب، يعني لربما الجهاز الفني يعتمد بشكل كبير جدا على اللاعبين المحترفين في الأندية في الخارج، في العراق، في البحرين، وكذلك في عمان لدينا 10 لاعبين، لاحظنا يعني في المبارتين الماضية المدرب معتمد عليهم بشكل كبير جدا، وحتى أنه الفوز الذي كان في أبها جاء بحلول فردية من خلال اللاعبين المحترفين ناصر محمد وعبد الواسع المطري أنيس المعاري وغيره من اللاعبين اللي موجودين في البحرين، أيضا عمر الداحي وغيرهم. هل يعني اللاعبين العشرة يعني اعتماد عليهم بحكم أنهم جاهزين مع أندية تلعب في دوريات منتظمة وتلعب في بطولات حتى على مستوى الوطن العربي، هذا أمر يكفي فقط ولا يجب أنه على الجهاز الفني العمل على يعني خطط على تقديم برامج الاتحاد العام لكرة القدم يتوائم ويتوافق مع مثل هكذا بطولة اليوم احنا داخلين لها اليوم تصفيات نروح من خلالها الكأس العالم؟ أنت تتكلم عن 10 لاعبين أخوي علي، 10 لاعبين، أنت إذا تبغى نفس طويل وتنافس لمدة أطول لازم يكون عندك البديل نفس الجاهز، لازم يكون عندك أقل شيء 22 لاعب في كل خانة، لاعبين أقل شيء. بكرة يجيك شد، بكرة يجيك إصابة، بكرة يجيك توقف كروت، بكرة يجيك كيف تبدل، كيف يكون عندك البديل، هل البديل جاهز؟ وهذا اللي كنا نتكلم عنه دائما، أن الدوري اليمني إذا كان مستمر ومتواصل راح يخدم اللاعب اليمني. هذول اللعيبة إيش فرق عن اللاعب اليمني؟ فرق عنه أنه قاعد في منافسة على طول، طول السنة هو في منافسة. فصار مستوى ما شاء الله تبارك الله من عالي إلى أعلى. بينما اللاعب اليمني مسكين ما فيه. أنا أعرف أندية صنعاء وأعرف أنا من سكان صنعاء، ويوم أروح الإجازة أشوف الأهلي يلعب في الشهر أو في الشهرين مرة ضد الوحدة، وفجأة يلعب ضد مين؟ مايو، وبعدين يلعب ضد الرموك، كل مرة الفرق اللي حوله، وإذا مرة نادي الوحدة مشكور سوى لهم بطولة داخلية بين 4 الأندية أو 5 الأندية اللي في محافظة صنعاء. اللاعب صار يشوف نفس الوجيه، نفس اللعيبة، نفس، ما في أي احتكاك. ناهيك عنه ونفس الإمكانيات أيضا، ونفس الإمكانيات. ناهيك عنه بعض الأندية ما في أي احتكاك، ما في أي تنافس، ما في أي شيء، وبعض الأندية في الجمهورية ما تتمرن حتى. فكيف أنت وقت الدوري أو وقت المنافسة الدولية مع المنتخب تبغى تجيب لعيبة وتوديهم منتخب، هل هذا اللاعب بيكون في نفس مستوى؟ مع أني متأكد والكل متأكد وأعرف مدربين سعوديين زملاء لي أشادوا بالموهبة اليمنية إشادة كبيرة، لكن الموهبة اليمنية إذا ما أخذ بيده هذه الموهبة واستمرت
ودخلت في المعمعة ودخلت في منافسات ودخلت معسكرات طويلة ودخلت مباريات ودية كثيرة. والله العظيم بيروحون يحترفون برا، والأمثلة كثيرة. لو أحسب لك الحين بالعشرات لاعبين، لو أحسب لك عشرات اللاعبين اللي كانوا في المنتخب اليمني وراحوا منتخبات خليجية، راحوا منتخبات برا، ما شاء الله تبارك الله، راحوا وين؟ راحوا فوق. ليش؟ لقوا البيئة المناسبة. اللاعب اليمني متى ما وجد البيئة المناسبة والله العظيم راح ينافس، وراح صحيح. ينافس وراح يمشي بعيد. والدليل فئاتنا السنية، منتخبات الناشئين والشباب، وين يوصلوا؟ لأن الفطرة موجودة، لأن الموهبة والقامة موجودة. بس بمجرد ما يكبر اللاعب يوصل لعمر 18 20 سنة، اللاعب اليمني مسكين، لا عنده راتب، لا عنده من يعول أسرته، بالذات إذا كان الولد هذا هو الوحيد العائل للأسرة. كيف أنا ألعب وأخواني ميتين جوع؟ كيف أنا ألعب وبيتي إيجار، صاحب البيت يبغى إيجار بيته؟ ما أقدر. طيب كابتن مطلوب، في سؤال حقيقة محير الشارع الرياضي. اللاعبين أنفسهم اللي موجودين الآن في المنتخب الأولمبي واللي موجودين في المنتخب الأول، كانوا في السابق في المنتخب الأولمبي وفي منتخب الشباب مع مدربين محليين، مدربين وطنيين، كما يقال مبدعين، يعني مبدعين، ظهروا بإمكانيات كبيرة جدا، نافسوا في بطولة غرب آسيا وقدموا مباريات ووصلوا إلى المربع الذهبي في البطولة. ما الذي جعلهم مع المدرب سكوب في الوقت الراهن يظهروا بضعف، بهشاشة، بعدم، يعني حتى عدم وجود شجاعة كافية للاعب على أرضية الملعب؟ نحن نتابع أنه اللاعب، نفس اللاعب مع سكوب ليس كما كان مع الكابتن محمد النفيعي، كما كان مع الكابتن أمين السنيني، كما كان مع الكابتن سامي عاش رحمة الله عليه. ما الأسباب الذي تجعل، أنت مدرب وبلا شك تعرف هذه الأمور أخوي علي، لازم أقول لك شيء، أنه إحنا كمدربين شاهدناه وعشناه. اللاعب ما يكون مع المدرب، مع مدرب ومدرب ثاني في نفس المستوى. ليش؟ أنا ممكن أكون أقرب لعيبتي نفسيا، أنا أحتضنهم، أنا أكون أبوهم، أنا أكون عارف نفسياتهم زين. مدرب ثاني ممكن يجي مدرب ثاني قناعات، سبحان الله، لازم نتفق أنه المدربين قناعات. أنا كمدرب مقتنع بمحمد، مقتنع بنواف، مقتنع بسلطان، مقتنع المدرب الثاني يشوف محمد هذا وسلطان ما يصلحون ابدا في الفريق. اذا تبادر لذهن اللاعب ان المدرب فاقد الثقه فيه، ما راح يقدم لك شيء والله. لو تكون موهبته من هنا، لا، والامثله كثيره، لعيبه عالميين راحوا من نادي لنادي وانتهوا. فانا اشوف حاليا، اشوف وجهه نظر شخصيه، اشوف ان المدرب اليمني الاقرب حاليا لقياده منتخباتنا اليمنيه، بالذات الفئات السنيه، لانه اللغه، العادات والتقاليد، الدم واحد، يقدر يتواصل معك بسهوله، يقدر يوجهك بسهوله، يعرف نفسيتك زين. فانا اشوف انه المدرب اليمني حاليا اقرب. انت تتكلم عن مدرب اجنبي، صدقني ما راح يجيك مدرب اجنبي بالجوده العاليه اللي انت تبغاها، ما راح يقبل اصلا انه يوقع عقد مع المنتخب اليمني يوم يعرف ان المنتخب اليمني ما عنده دوري شغال. كيف راح يغامر؟ ما راح يغامر اذا اسمه كبير. فراح يجيك مدرب اقل من المدرب اللي انت تبغاه، لكن الطموح اللي انت تبغاه مدرب كبير ويشيني ينتعشني من القاع ويطلعني فوق، ما في حاليا. ولازم نحترم امكانياتنا حاليا، الامكانيات الموجوده ما راح توصلك بعيد. نعم، انا ساعود لك كابتن مطلوب، ولكن اسمح لي انتقل الان. ينضم معي عبر الهاتف الزميل العزيز الاستاذ فضل الجونه، وهو المنسق الاعلامي لمنتخبنا الوطني الاول. في البدء اسعد الله مساك بالخير فاضل، الحمد لله على سلامة الأسفار بحسب المعلومات المتوفرة لدي. وصلتم قبل ساعتين ونصف من الآن إلى مدينة أبها، أنتم حاليا متواجدين في الفندق. طمنا عنكم، عن اللاعبين، عن الجهاز الفني للمنتخب وكذلك الإداري، كيف هو الوضع الآن هناك في أبها؟ مساء النور، أنا سعد الفضائية، شكرا لكم على تواصلكم. احنا طبعا وصلنا قبل بعث الظهر مباشرة الى مدينة أبها، وسط اجواء جميلة ورائعة، والبعثة وصل السلام في الله وحفظه الى مقر الاقامة في مدينة أبها. نعم، والكل متهيئ ومستعد للخوض اللقاء القادم الذي سيجمع امام المنتخب البحريني في 16 نوفمبر القادم ان شاء الله بإذن الله. فضل، القائمة بحسب ما أعلن عليها جميع الأسماء متواجدين في الفندق الآن، لأنه في بعض المعلومات سربت أنه في 3 لاعبين تم عودتهم من المنفذ السعودي هناك. أعضاء البعثة جميعا ولاعبين المنتخب كلهم وصلوا إلى مدينة أبها يعني، واستبعدوا في اللحظات الأخيرة 3 اللاعبين الذي هم بقرار الاتحاد الذي تم توقيفهم حسب بناء على مخالفه التعميم اللي وجهه اتحاد الكره
في مشاركتهم في بطولة غير رسمية في عدن. نعم. بمعنى أنه الخبر الذي سرب فعلا صحيح أنه 3 لاعبين تم استبعادهم من الاتحاد نظير مشاركتهم في بطولة غير رسمية في عدن. فعلا استبعدوا بالضبط. نعم هم بسام فريد وعبد الله الدقين والثالث من؟ الثالث عمرو طلال بالله. عمرو. طيب كانوا موجودين معكم في الباص الى المنفذ ولا من لم يعني لم يطلعوا معكم على الباص من عدن؟ ضمن البعثة كانوا من ضمن البعثة حبة من عدن مع بعض يعني وقال تجيب استبعادهم في اللحظات الأخيرة يعني. نعم. طيب حدثني عن بقية التفاصيل المتعلقة بوصول الجهاز الفني بقيادة سكوب إلى أبها، متى سيتم الوصول، متى سيبدأ الجهاز الفني بمهامه التدريب وأيضا الاستعداد، متى سيصل لاعبين المحترفين في الأندية إلى أبها، أقصد المحترفين في الخارج يعني. أنا بالضبط القائد الفني قائد المدرب الشيكي أسكوب وبساعدة طاقم المساعدة يصل غدا إن شاء الله، وهو وضع برنامج من غدا وليد الاستعداد الأمثل للخوض اللقاء القادم إن شاء الله. وبالنسبة لبقية اللاعبين المحترفين بالأصح هم خارج الوطن وسوف يصلوا تباعا إلى مدينة أبها إن شاء الله في قريب العاجل إن شاء الله بإذن الله عز وجل. طيب أستاذ فضل يعني الآن نحن سنأخذ مبارتين يعني في 16 وفي 21 مع النيبال أليس كذلك؟ أي بالضبط فعلا. برضو النيبال في برضو النيبال في في أبها. لا بأخذهم في مغادر النيبال إن شاء الله. ستذهبوا إلى النيبال. أي. طيب أنا أتمنى لكم حقيقة التوفيق، أنا مقدر جدا انشغالك وتعبك وإرهاقك، أنتم جايين من خط طويل جدا، شاكر تعاونك أيضا طلوع معي والظهور في هذه اللحظة، يعطيك ألف عافية وأنت دائما حقيقة متعاون معنا، شكرا كثيرا لك. كان معي عبر الهاتف الله يسعدك الزميل العزيز الأستاذ فضل الجولة وهو المنسق الإعلامي لمنتخبنا الوطني. تابعت كابتن مطلوب حديث المنسق الإعلامي للمنتخب أنه المباراة في 16 حتكون في أبها والمباراة 21 حتكون في النيبال بعدها بأربعة أيام إلى 5 أيام تقريبا فقط مش أكثر. الأمر كما قلت أنت أنه شوية فيه كثير من الصعوبة. صحيح. إذا ما تحدثنا في مسألة دور الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني في مسألة إعداد اللاعبين نفسيا، ما زال أنه زي ما قلت أنت أنه يجب على تهيئة اللاعب نفسيا، يجب تجهيز اللاعب نفسيا أيضا، ما الذي يجب على الجهاز الفني العمل من أجل توحيد القلوب، وخصوصا أنه للأسف توحيد الروح الرياضية، خصوصا أنه للأسف في مشكلة يعني الآن اللاعبين المحترفين اللي موجودين في الأندية مش حيحضروا إلا قبل المباراة تقريبا بثلاثة إلى 4 أيام فقط، هذه الأيام بلا شك هي غير كافية لأن يخلق روح تجانس في اللاعبين فيما بينهم من أجل مواجهة وخوض المباراة في التاريخ 16 من الشهر الجاري. هذا اللي نتكلم عنه أستاذ علي، يعني تخيل لاعب يلعب في النفط العراقي واللاعب الثاني يلعب مد في البحرين واللاعب الثالث ويتجمعوا فجأة 4 أيام ويلعبوا. طيب المدرب للحين حتى ما يدري وش، هل اللاعب مصاب، هل اللاعب جاهز بدنيا، جاهز فنيا، جاهز. أتوقع أنه حتى ما في مراقبة للاعب اللي يلعب في الدواري هذه الخارجية في ظل الوضع اللي احنا فيه والعشوائية. أنت تسمع قبل شوي من الأخ العزيز أنه في 3 لعيبة من المنفذ رجعوهم. أسألك بالله يا أستاذ علي، هذه تعتبر شيء يعني أنا ما أقدر أقول ما أوصلها الفضيحة يعني. أنت ما كنت تدري يا إداري المنتخب، ما كنت تدري يا رئيس بعثة المنتخب أن هذول اللاعبين كانوا مخالفين مثلا على حسب بنودك وعلى حسب سياستك أن هذا اللاعب لعب في دوري مو مسموح له أن يلعب فيه ولعب فيه. طيب أنت ما كنت تدري أن اللاعب هذا لعب، لما تجيبه للمنفذ الوديعة وتستبعده من منفذ الوديعة، طيب أنت ما كنت تدري من أول؟ أسألك بالله هل هذا عمل يرضي؟ هل هذه بادرة من البوادر اللي توريك أنك ما راح تروح بعيد إلا بالدعوات، والدعوات صدقني وما نيل المطالب بالتمني ولكن تأخذ الدنيا غلابة. حنا نتمنى وملايين الشعب وملايين اليمنيين نتمنى أنه الله سبحانه وتعالى يوصلنا، بس هل كل شيء بالدعاء يصير؟ إذا ما في تخطيط مسبق، إذا ما في عمل منظم، إذا ما في استراتيجية معينة تشتغل عليها من قبل وتوصل، هي اللي راح توصلك. أما أنك تجي في يوم ليلة تجيب لي اللعيبة وتجمعهم تقول لي يلا انزل يا فلان ظهير يمين، انزل يا فلان ظهير يسار، انزل. طيب أنت المحليين يعني أنا متأكد سكوب أو غير سكوب في لعيبة محليين عاجبينه. صحيح. الضغط الإعلامي اللي بيجيه كيف تحيط تخلي لاعب احتياط وهو لاعب في الدوري مدري مين، كيف تخلي؟ طيب الانسجام
هل مو المفروض ان يكون في انسجام بين اللعيبه؟ مو يكون المفروض انهم يلعبوا مباراه وديه مع بعض؟ مو المفروض ان المدرب من قبل المباراه بوقت طويل عارف تشكيلته اللي راح يلعب فيها منهي؟ هذه الاشياء كلها غايبه. هذه من الاشياء الارتجاليه ومن الاشياء العشوائيه اللي قاعده تصير. انا الحين اقسم بالله العظيم يا استاذ علي من خلال الاخ اداري المنتخب اللي قبل شويه يوم قال رجعوا ثلاثه من المنفذ. طيب نفسيات اللعيبه هذول اللي رجعوا من المنفذ وش نفسياتهم؟ انا كلاعب رجعوا لي من داخل المنفذ، انا كان عندي طموح اني امثل بلدي وكان عندي انتماء وكان عندي حماس وكان عندي ارجع من المنفذ اللي بدخل فيه حدود الدوله الثانيه وارجع من المنفذ نفسه ورجعوني لبيتي. اسالك بالله نفسيا انا كيف بكون؟ مع انه هو في كان حقيقه حتى لانه الطرف الاخر مش موجود معنا في تحذير كان اعلنه الاتحاد العام لكره القدم سابقا انه على اللاعبين وايضا الحكام الذي سيشاركوا في اي دوري غير رسمي لا يشرف عليه الاتحاد العام لكرة القدم سيتم استبعادهم، لكن نتمنى حقيقة وأن يطبق هذا الأمر على كل الدوريات التي تقام في الجمهورية اليمنية وليس على عدن فقط، لأنه أيضا في دوريات أخرى يعني تقام في الحديدة في صنعاء وفي البيضاء وفي تعز وفي غيرها من المحافظات اليمنية بشكل عام لا يشرف عليها الاتحاد العام لكرة القدم، ونحن ندرك هذا الكلام جيدا، فنأمل حقيقة أن لا يطبق هذا القرار، أن لا يطبق هذا الأمر إلا على الجميع دون استثناء حتى لا يظلم حد على حساب أحد، وخصوصا أنه في أندية الآن متواجدة وكانت مشاركة في أماكن أخرى والاتحاد هو داري بهذا الكلام جيدا. أستاذ مطلوب قبل أن نختم هذا المحور ونذهب للحديث حول استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034، ما الرسالة التي تريد إيصالها للجهاز الفني للاتحاد العام لكرة القدم للاعبين الذي حقيقة نعول عليهم بشكل كبير جدا وهم كما يقال كبش الفداء إن أساءوا يعني أنت تعرف الجمهور لا يرحم وإن أحسنوا فبلا شك الناس ستقف إلى جانبهم وتساندهم. بالنسبة للاتحاد العام أتمنى من المسؤولين في الاتحاد العام البعد عن العشوائية، البعد عن الارتجالية، الخطط المدروسة من قبل. إذا كنتوا تبغوا تسووا شغل حلو وتبغوا تطلعوا فوق يا أخي، أنتوا عارفين الطرق، والله العظيم عارفين، والله العظيم عارفين إنه ما راح تروح بعيد إلا بخطط مدروسة ممنهجة من قبل. الاهتمام بالفئات السنية ابدأ من تحت. أنت عندك يا أخي أنا ما أبالغ إذا مثلت اليمن بالدول الكبرى، بالدول اللي أصحاب المواهب أصحاب المناجم من اللعيبة. اليمن مو بشهادتي أنا يمكن أكون عاطفي لأني يمني، بشهادة أكثر نقاد عندما يشاهدون بطولات الفئات السنية وشوفوا المنتخب اليمني وش يسوي، والله العظيم كلهم يشيدون. بس ما راح يوصل لاعب اليمني إذا وصل الفريق الأول يكون اختفى، بمجرد ما يوصل يختفى. ليش؟ ما في خطط مدروسة، ما في من يمسك بيد اللاعب هذا يوصله لفوق، ما في. الاتحاد اليمني لازم نكون في خطط مدروسة، ولازم إذا عندي مشاركة بعد سنة أكون قبل سنة مخطط للمشاركة هذه. نعم. لازم أبذل عشان أحصل، لكن أجي كذا في يوم ليلة أستدعي اللعيبة وأجيب ما ينفع. بالنسبة للمدرب كان الله في عونك، أنت قاعد تلعب بلعيبة لا هم في دوري لا عندهم دوري لا عندهم، أنت قاعد على شكل تجمعات تجمع. أنا شفت قبل فترة صورة للكابتن والأخ العزيز وزميلي علي النونو وهو يجمع لعيبة، أقسم بالله العظيم منظر أنا يعني ما أدري أضحك أبكي ما أدري. جالس في ملعب من ملعب الكبسي اتوقع. نعم في اب صحيح. في اب وحاطه تحته بلوكه، جالس على بلوكه. يا اخوان ادارين الملعب وين يا اخي كرسي، حشموا الرجال جيبوا له كرسي، الرجال قاعد يخدم وطن جيبوا له كرسي خلوه يجلس. يا اخي الصوره المفروض انها ما طلعت اصلا. علي قاعد يجمع لعيبه، اللي لابس تيشيرت احمر، اللي لابس تيشيرت ازرق، اللي لابس تيشيرت اخضر، قسما بالله ايش بفرق الحوالي. يعني انت جايب مستجدين، هل بتخسر اذا جبت لبس موحد؟ كم بتخسر إذا جبت لبس موحد ولبست اللعيبة كلهم لبس موحد؟ يا أخي اللاعب هذا جاء اللي جاء من قرية واللي جاء مع، وأقسم بالله يا أستاذ علي أنا متأكد من كلامي اللي أقوله أنه في لعيبة في قرى يمكن بعيدة عن المحافظة ما قادر يوصل، يمكن ما عنده حق مواصلات. صحيح. وكان يمكن يكون من ضمن اللعيبة المختار وممكن يكون يلعب أساسي. نعم. لأن صحيح. في موهبة وفي فطرة وفي خامة. صحيح. لكن من يوصل اللاعب هذا؟ جاك اللاعب وصل عندك اللاعب، ليش ما يكون في المستودع عندك 50-60 تيشيرت مع شورت تلبسهم يا أخي خلال التمارين؟ هل هي خسارة حتى اللاعب المستبعد؟ هل هي خسارة فيه أنه يأخذ التيشيرت هذا ويطلع وخلاص تستبعده؟ هل هي خسارة فيه؟ كم قيمة التيشيرت؟ إحنا إذا تفاصيل هذه ما سويناها كيف نوصل؟ هل راح نوصل؟ ما راح نوصل. اللاعبين
صدقني اي لاعب يمثل بلده يكون عنده شرف، يكون عنده نخوه، ويكون عنده انتماء، لكن هل يقدر يسوي شيء في ظل انه لا عسكر زين، لا لعب زين، لا تمرن زين، التغذيه عنده سيئه، الفندق اللي ساكن فيه فندق. انا اشكر المملكه، اشقائنا في المملكه على استضافتنا دائم، واستضافتنا دائم بكرم، وانه يسكنون لعيبه ويجلسونهم ومعسكرات داخليه ومعسكرات داخل المملكه، هذه ممكن تفرق معنا شوي. صحيح، لكن من قبل كلها ايضا دور حقيقه في تجهيز اللاعب اليمني في مختلف البطولات. انا اشكرك حقيقه كابتن مطلوب، ابقى معي سانتقل للترحيب بضيفي الذي ينضم معي في هذه الاثناء عبر خدمه الهاتف، الكابتن فيصل يحيى الجاري، وهو مدرب كره قدم سعودي. سعد الله مساك بالخير كابتن فيصل، سعد جدا باستضافتك معي في زوايا الملاعب هذه الليله. سنتحدث حول استضافة المملكة العربية السعودية رسميا لكأس العالم كدولة وحيدة حقيقة كانت تنافسها فقط استراليا، وقبل الإعلان النهائي بسويعات فقط انسحبت من ويعني من المنافسة، وظلت المملكة العربية السعودية وحيدة. المملكة العربية السعودية أول دولة حقيقة ستستضيف كأس العالم بعد النظام الجديد، بعد أن كانوا يعني 32 دولة، اليوم 48 دولة مشاركة في أو 48 منتخب مشارك في البطولة. هذا أمر غاية في الأهمية ويدعو حقيقة لنا بالفخر والشرف كعرب بشكل عام، وليس للمملكة العربية السعودية وحدها. أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكرك على الترحيب وعلى استضافتي في برنامج معك أخوي علي، وأرحب في الضيوف الكرام الموجودين معك. وإحنا اليوم يعني سعداء جدا بما تقدمه المملكة العربية السعودية وما تواصله من إنجازات ومواكبة للأحداث على مختلف الأصعدة. هناك إحنا نشوف المملكة دائما في التطور، في الأمور المدروسة المسبقة، يعني سبقتها رؤية سمو سيدي ولي العهد أمير محمد بن سلمان في تطوير المملكة ووضع رؤية مستقبلية لجميع ما يخص الشعب السعودي، وحتى يعني نتشرف بجميع الدول العربية الموجودة عندنا هنا في استضافتهم. وأنا استمعت لحديثكم مسبقا، وشيء نفخر فيه وأنتم أخوان وأعزاء علينا دائما، وعين لحاف وعين غطى لكم، وما لنا فضل الفضل الله يعني في استضافة المنتخب اليمني وفي تطوير المنتخب اليمني حتى. نعم. بس اليوم احنا امام يعني حدث عالمي وتاريخي للمملكة العربية السعودية، يعني وسبق هذا الحدث يعني اهتمام بالمنشآت الرياضية، سبق هذا الحدث اهتمام باستقطاب افضل اللاعبين على مستوى العالم، يعني تطوير الدوري السعودي قبل هذا المنجز، تطوير الدوري السعودي في استقطابات المدربين، في استقطابات اللاعبين، في البنية التحتية للملاعب اللي حتحتضن هذه الفعالية الكبرى. احنا في المملكه العربيه السعوديه سبق ان اهلت المملكه على مستوى نهائيات كاس العالم 6 مرات، يعني كانت افضل مشاركه للمنتخب السعودي في عام 94 اللي وصل كاول على المجموعه على بلجيكا، هولندا، المنتخب المغربي، وكانت مشاركه جدا مشرفه المنتخب السعودي فيها. نعم كابتن فيصل، ما اهميه استضافه هذا الحدث الكروي الرياضي العالمي بعد 10 سنوات من اليوم للمملكة العربية السعودية؟ الأهمية يا أخوي علي، أنت لما يعني تعمل على استضافة 48 دولة، أنت حتقوم بتهيئة الأماكن المخصصة لهم في الملاعب، تهيئتها في احتضانهم في السكن كفنادق، كمنتجعات، يعني هذه الأمور حتى على مستوى الاقتصاد السعودي. صحيح، وإحنا في المملكة العربية السعودية نعرف أن حجم الأمور هذه في استضافة المدرك. إحنا في المملكة العربية السعودية كنا يعني المملكة كان لها دور فعال في استضافة كأس العالم في قطر اللي إحنا نعتبرها بلدنا الشقيق الثاني، وإحنا للأمانة يعني كان هناك القرب الجغرافي لدولة قطر يعني ساعد في تهيئة أماكن كثيرة على مستوى المملكة العربية السعودية أنها تكون مشاركة وفعالة في هذا الحدث. احنا اخذنا خبرات كثيرة من الأمور في الاستضافات على مستوى يعني ما ننسى أن المملكة حققت كأس العالم للناشئين وكان لها سبق، وأيضا اللاعبين اللي حققوا كأس العالم كان لهم دور فعال في إيصال يعني مسمى اسم المملكة العربية السعودية في يعني المنجزات العالمية، كأس آسيا على مستوى 3 مرات،
نعم. يعني فالمشاركات العالمية، المشاركات الآسيوية، المشاركات الخليجية دائما تجمعنا بأحبابنا وأخواننا ومن يساعدنا ومن يساهم في تطلعات رؤية قيادتنا. نعم، بلا شك كابتن فيصل، يعني 10 سنوات من اليوم لتجهيز المنتخب السعودي حتى يشرف المملكة العربية السعودية والعرب بشكل عام، الوضع سيكون مختلف قليلا، وسيكون بلا شك وجوه جديدة وأيضا أسماء جديدة على مستوى المنتخب. هذا البرنامج فعلا طرح كثير، وإحنا اليوم جالسين نشوف عمل الآن على اللاعبين 2010 و2009 و2008 في استقطابهم في برامج مهرجانات، في برامج مهرجانات. يعني احنا جالسين نشوف العمل المتواكب حتى على مستوى اللاعبين القدامى المشاركين في نهائيات كأس العالم 94. فهذه الامور كلها يعني محفزه. الان انت جالس تشوف يعني تجهيز لاعبين في هذا السن، حتى على مستوى اللاعبين اللي موجودين في المنتخب الان حيكونوا في سن 33 32، حتى على 30 سنة. لكن احنا باذن الله احنا قادرين يعني في البرامج، في تهيئة اللاعبين، في جميع ما يخص هذا المحفل، راح المملكة تقدم الوجه الحسن للمملكة حتى على مستوى اللاعبين والمشاركة الفعالة وكسر حاجز كأس العالم 94 في امريكا، والوصول باذن الله الى ادوار اعلى باذن الله. كل التوفيق لكم، يعطيك ألف عافية الكابتن فيصل يحيى الجاري، وأنت مدرب كرة قدم سعودي كنت معي عبر خدمة الهاتف، شكرا كثيرا لك. أعود لك كابتن مطلوب، سؤالي الأخير قبل أن نودعك في هذه الحلقة، ونحن نتحدث الآن عن استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034، يعني بعد 10 سنوات من اليوم، هل ممكن يكون المنتخب اليمني ضمن منتخبات كأس العالم؟ هل نحن قادرون على تجهيز منتخب بعد 10 سنوات من اليوم لنكون ضمن المنتخبات المتواجدة في هذه البطولة؟ صدقني إذا بدينا العمل، بدينا الجد، بدينا نشتغل وحطينا قدامنا هدف، صدقني راح نوصل. البيئة اليمنية والمواهب اليمنية واليمن ولادة، لكن وين البرامج؟ وين التأسيس الصح؟ كمدرب أنت ولاعب كرة قدم، ما الخطوات العريضة التي يفترض على الاتحاد العام لكرة القدم العمل عليها من أجل أن يكون اليمن ضمن 48 المنتخب متواجد هنا في المملكة العربية السعودية؟ الحدث باقي له 10 سنوات، يجب أن نبدأ من اليوم. هنا في المملكة بدأوا من الحين، بدأوا التركيز زي ما تفضل الأخ فيصل، بدأوا بالتركيز على الفئات السنية 2010-2011 للايش؟ لانه يجهزوهم من الحين، بدأوا في معسكرات، بدأوا في برامج، بدأوا وحنا نشوف بعيوننا. لا خوف على المملكه العربيه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه بيئه ولاده، ولاده بالمواهب، ولاده والادله كثيره. لكن وفي ظل الرؤيه الموجوده وفي ظل العمل اللي قاعد يصير على قدم وساق من المسؤولين في المملكه العربيه السعوديه، صدقني راح يروحوا بعيد، صدقني قادرين يسووا اشياء تبهر العالم كله. نعم، ما شاء الله تبارك الله، خطط، برامج، خطط مدروسة، برامج. يعني انت تتكلم عن 10 سنوات بعد من الحين قاعدين يشتغلوا لها، فلازم حنا نكون زي كذا. اذا نبغى نوصل لازم نشتغل من الحين، وحنوصل باذن الله، وباذن الله راح نوصل، ما في شيء بعيد، ما في شيء مستحيل. نعم، لكن في ظل العمل والجهد المتواصل دائم، وجود برنامج لازم نشتغل عليه حتى لازم نستطيع الوصول. لازم. انا اشكرك حقيقه، سعيد جدا كابتن مطلوب باستضافتك، بالحديث معك، بكل طرحك وارائك التي طرحتها في حلقتنا هذه الليله. الكابتن مطلوب عبد الله احمد الكابر، وانت مدرب ناشئي نادي الدرعيه في المملكه العربيه السعوديه ومدرب عام في اكاديميه الارسنال، يعطيك الف عافيه. اشكرك جزيل الشكر اخوي علي، ويعلم الله انا سعيد جدا اني شفتك واني اجريت هذه المقابله في قناتكم الغراء، الله يسلمك، واني اطليت على احبائي واخواني واصدقائي اللي من زمان عنهم عبر شاشتكم الفضيه الجميله الرائعه هذه، والف شكر استاذ علي. شكرا. مشاهدينا الكرام، سنذهب الى فاصل قصير، وبعد هذا الفاصل سنعود نتحدث عن موهبة من المواهب اليمنية، عن بطل من أبطال اليمن، نجم حقيقة برق ولمع خلال السنوات القليلة الماضية، استطاع أن يحصل على 5 ألقاب، على 5 بطولات، ليس على المستوى المحلي بل على المستوى الخارجي، في مصر، في عمان، وكذلك في قطر، ولديه كثير من الأحلام. ما يزال شاب ناشئ ينافس في لعبة التايكواندو،
في وزن 45 واليوم نافس في قطر في الثلاثة الأيام القليلة الماضية على وزن 48 وحصل على المركز الأول ضمن منافسة مفتوحة لأبطال العالم. فاصل وبعد الفاصل سنتعرف عليه ونتحدث عن الكثير من التفاصيل، تابعونا بعد الفاصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أرحب بضيفي الذي ينضم معي عبر خدمة السكايب من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، البطل زكريا عبر الهاتف. البطل زكريا جمعان وهو لاعب منتخب التايكوندو، بطل من أبطال اليمن كما تعرفت أو كما عرفتكم عليه قبل هذا الفاصل. زكريا سعد الله مساك بالخير، أهلا وسهلا فيك. أنا سعيد جدا أننا لأول وسيلة إعلامية محلية فضائية تستضيفك، وأنت واحد من الأبطال حقيقة الذين رفعوا علم اليمن عاليا وشرفتنا في 5 بطولات خارجية. يا هلا وسهلا بك، الله يعطيك العافية، وأنا فخور جدا وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة الجميلة التي أسعدتني كثيرا وأفرحتني والله. الله يسعدك زكريا. في البداية عرف المشاهد الكريم عنك، عمرك، اسمك، من فين أنت؟ ضعنا أيضا في بدايتك أنت مع لعبة التايكوندو، وأنت اليوم بطل يعني حققت بطولات عالمية. في البداية أشكر قناة عدن على هذه الاستضافة الجميلة، وأحب أعرفكم عن نفسي. أنا اللاعب زكريا جمعان درويش، الحاصل على المركز الأول مؤخرا في بطولة قطر الدولية، وأيضا بدأت رياضة التايكوندو في سنة 2019 ووصلت موهبتي إلى الآن، وأتمنى أن أواصلها وأن أصل إلى أحلامي بإذن الله. زكريا يعني ضعني في البدايات، أنت كيف في بدايتك أنت أول ما بدأت تفكر بالتايكوندو، أول ما بدأت مارست اللعبة، في أي نادي كنت منضم عندنا في اليمن؟ هل شاركت في بطولات محلية قبل أن نتحدث عن بطولاتك الخارجية؟ نعم، لقد تبناني نادي الشرارة أول ما بدأت هذه اللعبة في محافظة لاحق، وتمرنت عندهم وتبنوا موهبتي وثقلوها إلى أن وصلت إلى هذا المستوى، وأشكرهم جزيل الشكر على هذا المعروف الذي قدموه لي. ونعم لدي بطولات داخلية ولكن ليست كثيرة، لأنها لا يوجد بطولات كثيرة في اليمن. نعم، ما البطولات التي شاركت فيها في داخل الوطن؟ شاركت في بطولة المحافظات الجنوبية، نعم، في عدن، نعم، سنة 2021 سنة 2021 وحققت المركز الثاني، وهي نعم أول مشاركة تعتبر لي. وبعدين مشاركة بطولة الشهيد جعفر، نعم، في عدن، وكانت وتحصلت على المركز الأول بفضل الله في وزن 51 كيلوغرام، وبعدها بطولة الجمهورية في صنعاء وتحصلت على المركز الثاني، ومن بعد ذلك التحقت بالبطولات الخارجية. نعم، كانت أول مشاركة لك في صلالة خارجيا؟ نعم، بطولة خريف ظفار وهي أول مشاركة خارجية قبل أن أشارك في بطولة صنعاء. نعم، والحمد لله فضل الله حققت المركز الأول وبفضل من دعمني وشجعني، وكانت هذه السفرة برعاية ودعم من شركة أسمنت الوطنية. نعم زكريا، كم بطولات خارجية شاركت فيها؟ 4 أو 5 بطولات؟ شاركت في 5 بطولات، وهي أول بطولة كما أخبرتك بطولة خريف ظفار، نعم، وحققت المركز الأول، ومن بعدها بطولة الفجيرة الدولية حيث خسرت من اللاعب الكازاخستاني في ربع النهائي،
ولكنني لم أسمع ذلك. يعني أنت يا زكريا، بس من باب إيضاح الصورة، أنت فزت يعني من قبل ما تخسر بجولتين أو ثلاث جولات، ولا قصدك واجهت لاعبين غير هذا اللاعب اللي خسرت منه؟ نعم، واجهت لاعبان، اللاعب الأول من دولة الإمارات العربية المتحدة واللاعب الثاني من الأردن، وفزت عليهم. نعم، وأتلقى الهزيمة من اللاعب الكازاخستاني بفارق نقطة. نعم، ومن ثم التحقت ببطولة مصر الدولية، والحمد لله دفعني إصراري وعزيمتي وحرقة الخسارة إلى أن أحقق المركز الأول في هذه البطولة، في بطولة مصر. ما شاء الله، في مصر حققت المركز الأول على وزن كم؟ على وزن 45 كيلوغرام، وفزت على الذي أحرز المركز الأول في البطولة الذي خسرت فيها في الإمارات. يا سلام، لأنه في النهائي وفزت على الحمد لله بجولتين مقابل صفر. الحمد لله. طيب، هذه الثالثة والرابعة؟ هذه هي البطولة الثانية، وتأتي البطولة الثالثة وتأتي البطولة الرابعة اللي هي بطولة خريط ظفار الثانية. نعم، سنة الثانية، سنة 2023، وحققت في المركز الأول، بحيث لا يأتي المركز الأول بسهولة. نعم، بعد جهود وتمارين شاقة صحيح. نعم، احنا سنتحدث عن هذه النقطة، البطولة الخامسة الأخيرة في قطر الآن، قبل كم يوم؟ قبل فيما أظن عشرة أيام، وهي من أكثر البطولات التي أسعدتني وأكسبتني شهرة في قلوب المجتمع وفي قلوب محبيني. الحمد لله، حصدت فيها المركز الأول يا زكريا؟ نعم، حققت المركز الأول، حيث فزت على 5 لاعبين من مختلف الدول العربية والأسيوية، وكان الفوز الأول على اللاعب المصري، والفوز الثاني على اللاعب القطري، والفوز الثالث على اللاعب السعودي، والفوز الرابع على اللاعب السعودي أيضا، اللاعب مشاري بطل آسيا، والفوز الخامس على اللاعب الأوزبكستاني اللي هو الأخيرة حق البطولة، لقب البطولة. نعم، حقيقة يعني تاريخ، رغم أنك ما زلت في البداية، لكنه مشرف وحاجة يعني نفخر بها نحن كيمنيين، وهذا يعني يجب أن حقيقة يتبناك الجهات المعنية، وهذا ما يعني يجعلني الآن أتساءل حول دور الاتحاد العام للعبة التايكواندو إلى جانبك. ما الذي قدمه لك الاتحاد العام لكرة الاتحاد العام للعبة التايكواندو، ما الذي قدمه لك يا زكريا؟ و هل وقفوا إلى جانبك، ساندوك، دعموك في الخمس المشاركات، وما الذي قدمته لك أيضا وزارة الشباب والرياضة؟ والله عند الاتحاد اليمني للتايكواندو من أبرز المساهمين في دعم لاعبين رياضة التايكواندو، وهم يريدون أن يدعمونا وسيدعمونا، ولكن لم تتوفر لديهم الفرص الكافية، ولكن نأمل فيهم جزيل، ولكن نأمل فيهم الخير الكثير في المسابقات القادمة إن شاء الله. يعني يا زكريا، معلش أنا آسف على المقاطعة، أفهم أنه من الخمس المشاركات الخارجية لم تتلقى أي دعم، لا من الاتحاد العام للتايكوندو ولا من وزارة الشباب والرياضة؟ لا، في هذه الخمس المشاركات لقد تلقيت دعم من شركات خاصة. دعك من الشركات الخاصة، نتحدث عن الجانب الحكومي اللي هو مسؤول على دعمك وتمويلك، هل حد منهم دعمك؟ من وزارة الشباب والرياضة للأسف، ولكنني أأمل فيهم إن شاء الله في المسابقات القادمة. يا أخي روحك حقيقة طيبة، أنا يعني عجبني جميل طرحك، رغم أنه يفترض يعني على الاتحاد العام للتايكوندو أن يقف إلى جانبك كما يقف مع الكثير من اللاعبين الذين نحن نتابعهم حينما يسافروا إلى تمثيل الوطن في أي بطولة خارجية، يتلقوا دعم من الاتحاد، من اللجنة الأولمبية، من وزارة الشباب والرياضة، وهذه دعوة حقيقة أنا أتمنى أنه تصل بشكل واضح لمعالي وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، وهو حقيقة أب لكل الشباب، مساندة ودعم زكريا، وهو واحد من اللاعبين الذي يعني مثلوا اليمن في 5 بطولات وحاز على
لقب البطولة، هذا بحد ذاته أمر مشرف ويعني يدعو حقيقة للفخر والاعتزاز بك زكريا. طيب حتى ننتقل لموضوع آخر، زكريا غالبية الناس تفضل. قبل أن ننتقل، الاتحاد العام لم يقصر ويتمنى دعمي، ولكن لم يجد يعني الفرصة، وهم يدعموني معنويا ومساندتي، فإن لم يستطيعوا ماديا فمعنويا، و ذلك نسعد به ونفتخر به. وضحت الرسالة وهي وصلت حقيقة بكل وضوح. نتمنى أنه من الاتحاد العام للعبة التايكوندو دعم هؤلاء المواهب، دعم هؤلاء الشباب اللي يمثلوا اليمن ويرجعوا بألقاب بميداليات برفع علم اليمن كمنصة أولى. بطل هذا في بطولة قطر، في مصر، في عمان، بطل يعني يرفع علم اليمن عاليا كبطل للعبة في الوزن الذي شارك فيه، هذا يجب دعمه حقيقة. زكريا يعني غالبية الناس اللي يريدوا أن يتجهوا لأي ألعاب ويمارسوا نشاطهم لهذا يذهبوا إلى كرة القدم بحكم أنها اللعبة الشعبية الأولى. ما الذي جعلك تذهب للتايكوندو أنت بالذات؟ والله هذه نقطة مهمة وأحب أن أوضحها، أن أوضحها لبعض الشباب ولنفسي أيضا. فهو كان والدي ينصحني إلى هذه الرياضة، كان والدي في الماضي يلعب هذه الرياضة ما شاء الله. نعم، وأسمع علي وأشاهد صوره في البيت وذلك دفعني، وكنت في نفسي هذه الموهبة. من زكريا أبوك كان من 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 أبطال هذه اللعبة على مستوى الوطن ولا بس كان يمارسها كهواية؟ لا، كان يمارسها كهواية فقط. وابنه جاء لتحقيق حلمه يعني. نعم، لقد أسعدني كثيرا وأفرحني حينما قال سعدت بهذا الوصول الذي وصلت إليه يا بني، وقد حققت ما لم أستطع تحقيقه، فأنا فخور بك وأشكرك جزيل الشكر على هذا. وأنا والله يا زكريا كذلك، أنا آسف على المقاطعة، لكن أنا كذلك فخور بك وكل الوطن فخور بك، وأنا أتمنى أن احنا نشاهدك إن شاء الله بإذن الله في المستقبل لاعب كبير. سؤال أخير قبل أن أودعك لأنه الوقت حقيقة انتهى، لكن ما طبيعة أحلامك وأمنياتك الذي تريد أن تكون فيها خلال الأيام والسنوات القادمة إن شاء الله يا زكريا؟ والله أحلامي كما أحلام أي رياضي لديه طموح ولديه مواهب، فأنا أحلم وأطمح أن أصل إلى العالمية وإلى الأولمبية بفضل الله، ولكن هذا لا يأتي بيد واحدة، فاليد الواحدة لا تسفر. صحيح، فيجب أن نتساعد كلنا ويجب أن يقفوا بجانبي كي أستطيع تحقيق أحلامي. وأيضا كل التوفيق لك زكريا. أنا آسف حقيقة الوقت انتهى تماما، لكن إن شاء الله بإذن الله سنتشرف باستضافتك في حلقات قادمة من زوايا الملاعب، وأنت بطل في بطولات أخرى إن شاء الله بإذن الله. شكرا كثيرا لك اللاعب والكابتن زكريا جمعان، وأنت لاعب منتخب التايكوندو. مشاهدي الكرام، في ختام حلقتنا هذه الليلة لا يسع إلا أن أشكركم كثير الشكر على كرم الإصغاء وطيب المتابعة، وحتى أن ألتقيكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة من زوايا الملاعب. هذا علي حميد الأهدل يحييكم، ومن طاقم العمل في الإخراج والتصوير والمونتاج وكذلك التنسيق، دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.